أنا البارحة متحل من حلم قولوا خير، تحلمت بني كاتب لي ثلاثة أبيات، على كل بيته دردمي في البلاد أمير، لكن الله اللي يما ومر هادمة اللذات، كذا بين أبي سلمى زهير وقصيدة زهير، هجوسي زهيري والقصايد زهيريات، والأوضاع تبغى حب منكب ودهنة سير، بعد صار كيلو والمعتق بكيلو وقات، والإنسان ذكريات حتى لو إنها صغير، ولا فيه صاحي عقل من دون ذكريات، ومجاهيم ذكرياتي اللي لها تأثير، تورثتها ما هي من السوق مشريات، ودموع الملاقة صبح ولا الفراق عصير، أحاسيس مصروفة من حساب جلد الذات، ولا كل دمعة من الدمع هذا لها تبرير، سوى دمعة الفرقة على مقبرة الأموات. يا راشد أنا ابن الذيب واللي يصير تهقوى بخوك وخلف معقبة الهقوات، يا راشد أنا ابن الذيب واللي يصير يروح العمر ولا بقى كثر ما قد فات، أنا بخير ما دام الوجيه العزازة بخير، لو ألبس الذلة وتلحقني الشكات، قدم رجلي حصان العزايم لطالة السير، تهقوى بخوك وخلف معقبة الهقوات، كلام العرب ما هو بطعنات رمحة الزير، لكن حجة الراعي هم معاها إثبات، وأنا واد والصبر مثل الدلو فوق جالة البير، ما يرخص جالة البير لو الضعون اشتات، سكوتي وأنا ليناب ضاري ومخلب طير، يجمني في حالات لكن في حالات، ما دون الدويش إلا بنادق جموع أمطير، لو أنه يدوس الجمر ويصادم الهومات، ولا كل شيخ في عيوني مقامها غير، لو أن جدها الحاكم وخالها أبل وقفات، يلا شافني كائن من الكائنات أسير، أشوفه قماش أبيض وبرميل وجنيهات، مقامي في عيني كبرى بانات ولا النير، وعيون العرب تستعظم النير وبانات، لكن السموحة والمعذرة على التقصير، وفنجال برية وعود وسبع فردات، ما هو يكسر الحاجز ما بين الأوادم غير، حديث الأوادم بينهم دون رسميات، نفوس يجبر كسرها صادق التقدير، ونفوس يجبر كسرها دفتر الشيكات. الله يسعد مساكم بالخير. هذه قصيدة أهداء إلى صديقي والمحامي القدير والشاعر المبدع راشد بن علي أبو شريدة، أسأل الله عز وجل أن يفرج عليه ويفرج على الدكتور هزاع بن علي والكاتب والدكتور عبد الله السالم وابن مهراس فرجا عاجلا، وكل الممنوعين من السفر، ويبيض وجه كل من وقف معهم ودافع عنهم على راسهم راشد بن قطفة. حقيقة ما زالوا يقبعون في السجن ظلما وعدوان، لكن الله معهم ثم الطيبين.